أقرب طريق للرجل قلبه. يقولون أقرب طريق لقلب الرجل معدته. لن أنكر كرجل أن للطعام لذة، وقد نكون نحن معشر الرجال أكثر انجذابا له، ولكن هل يعد هو أقرب طريق لقلب الرجل؟ لا أظن سيدتي أن المقولة صحيحة وسارية المفعول، بل أحيانا تأتي بنتائج عكسية، فتوريط جنابك في العمل بها وجعلها نبراسا لعلاقتك برجل، خاصة إذا كانت علاقة حديثة العهد، لن تأتي بثمار إيجابية كما أرشدتك بعضهم. فالرجل كما يحتاج إطعام معدته، يحتاج أكثر إشباع عاطفته، خاصة مع تقلبات الدهر التي طالت القاصي والداني في أرجاء المعمورة، وفي عصر زينت الرأسمالية ملامحه. فلن يستفيد من حلاوة طعامك بقدر ما قد يأسره لين قلبك وتحملك، فوجبة تعطيه الطاقة لساعات قد تنتصر عليها قبلة في جبينه، أو إظهار الشكر على ما يفعل حتى لو كان الأمر إلزامياً. ولن أطيل حتى لا أتهم من بنات حواء بالعنصرية لبني جنسي. وإلى هنا سيدتي الغالية، وإذا كان لابد من نظرية أقرب طريق لقلب الرجل معدته، فنصيحة: لا تشتكي من بروز كرشه ولا تطالبيه أن يصبح ظافر العابدين، واكتفي بمتابعة مراحل نمو كرشه حتى يقارب وضعك في شهر حملك الأخير.